بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده فيديو جديد على قناتي تغطيات قناة الهنا، الفيديو جولة في بندا على الأجهزة الكهربائية. بس يا ريت كده قبل ما نتفرج على الفيديو سوا مع بعض، ما تنسوش حبايبي تعملوا اشتراك ولايك. نبتدي كده الفيديو مع بعض. ده خلاط كهربائي ومعاه مطحنة، ماركته اسمها كيون، 2 في 1 على 49. في بقى كينوود خلاط كهربائي ومعاه مطحنتين ب215. دي قلاية كهربائية اسمها بالسون ب319، وتيفال ب329، واي تي سي ب255. في بقى حلة الضغط الكهربائية دي، دي قلاية كهربائية فيليبس، هنا قلاية كهربائية كيليكون ب195. في بقى القلاية كيليكون ب325. دي مكوة بخار تيفال ب275. دي محضرة طعام جيباس على 199، عليها عرض حلو جدا. هنا بقى مكوة البخار على 129 كيليكون، في مفرمة اللحمة كيليكون عليها عرض حلو قوي ب89، جيباس على 149. دي مفرمة لحمة على 195 كيليكون، كيليكون على 155. في ام جوي، في بقى محضرة الطعام ام جوي ب519. دي محضرة طعام فيليبس سعرها 569. محضرة طعام فيليبس اللي هي البلاستيك ب385. نشوف بقى اسعار المراوح. دي مروحة بلاك اند ديكر 65 واط ب189. في المروحة كيليكون ب199. ده مبرد هواء كيليكون على 369 ب349 كيليكون برضو، ده ب365، ماركته اسمها جيباس. في بقى كيليكون على 409 اللي هو مبرد الهواء، ده مبرد ميه دوره ب499. في بقى مبرد الميه ده كيليكون ب399، وفي ب369 ده مبرد ميه برضو. ده مبرد مية جيباس 349، وفي ب299. نشوف بقى أسعار الغسالات والتلاجات. دي غسالة أطفال ب289. في بقى الغسالة الهاف اوتوماتيك، دي غسالة هاف اوتوماتيك جيباس ب439، باتنين حوض. ده الحوض الاولاني، حوض الغسيل، وفيها الحوض التاني اللي هو حوض التجفيف، ب439 ريال جيباس. الغسالة التانية دي غسالة هاف اوتوماتيك ب899، كان سعرها 949، سعرها حاليا 899. دي الماركة بتاعتها اسمها ويستنج هاوس. في بقى الغسالة كيليكون
فول اوتوماتيك بتعبق من فوق، دي 7 كيلو، عليها عرض خاص برضو ب865، سعرها بجد خيالي، سعرها تحفة، تعتبر رخيصة جدا يعني. في بقى الغسالة الفول اوتوماتيك جي باس، دي بتعبق من فوق، دي 7 كيلو ب1095. دي غسالة كيليكون فول اوتوماتيك لونها سيلفر، بتعبق من فوق ب1069، شاشة ديجيتال من فوق اهي، دي 13 كيلو، سعرها يعتبر كويس جدا برضو. في بقى اللي هو غسالة الأطباق كاندي على 1865، دي غسالة فول أوتوماتيك بتعبق من الأمام كاندي، 7 كيلو ب1425. نشوف بقى أسعار التلاجات. دي تلاجة غرفة نوم أو غرفة مكتب ب535، لونها سيرفر. في بقى التلاجة توشيبا ببابين، نفتحها كده ونشوف شكلها من الداخل. ده شكل الفريزر من فوق، حجمه معقول، دي ب1899 ريال. ده الباب التاني. في بقى التلاجة جي باس، دي بابين برضو، ده الباب التاني، 1229. دي التلاجة ببابين 18 قدم، نفتحها كده ونشوف شكلها من جوه. ده الباب الأولاني، دي سعرها 2229، حجمها معقول برضو. نشوف كده شكل الباب التاني والحجم بتاعها، ادي شكلها من الداخل. عاملين عروض حلوة قوي على الغسالات والتلاجات الأسبوع ده يعني. في بقى اللي هو صناعة السندوتشات اي تي سي على 119، في ب69، كيليكون على 105، في باب 65، كيليكون ب89، ادي جهاز صناعة السندوتشات اي تي سي 155، في كيليكون ب69، غلة الشاي ب95 تيفال، اي تي سي بوتاجاز سطحي ب135 ب2 عين، 2 شعلة، في بالسون ده بوتاجاز سطحي على 179. في بقى البوتاجاز السطحي ده ماركته اسمها جي باس ب279 ب2 عين، في اللي هو عين واحدة بوتاجاز سطحي ب115 كيليكون، في كيليكون بوتاجاز سطحي اللي هو التاتش ب155، في على 109 2 عين برضو، 2 شعلة. دي شواية على 189 كيليكون، في شواية جي باس ب109. نشوف بقى حلة الضغط الكهربائية كيون على 209، دي ستانلس. في بقى حلة الضغط ب519 نتر كوك، اسمها نيتر كوك، ايطالي تقريبا. في بقى كيليكون على 219، دي برضو قدرة ضغط ب255 كيليكون، في اللي هي الاي تي سي ب255. بكده خلصت جولتنا النهاردة، كانت جولة في باندا بالمملكة العربية السعودية على الأجهزة الكهربائية. إن شاء الله الفيديو يكون عجبكم. إذا عجبكم بقى الفيديو حبايبي ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك، وإن شاء الله أشوفكم في فيديوهات جديدة. مع السلامة.